السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من تواصل.com. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة. تزامنا مع قرب موعد الانتخابات المقبلة في العراق وفي ظل استمرار حملات الترويج لها من قبل الأحزاب السياسية، أكدت استطلاعات كثيرة وجود عزوف شعبي عراقي على المشاركة فيها. كما تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لناشط عراقي يتحدث عن أهمية مقاطعة الانتخابات، وذلك لأنها لن تحقق شيئا للمواطن. لنشاهد. أروح انتخابات تأمرني أمر أحطك على رأسي؟ أنا مو ضد الانتخابات، بس قلنا لك يا فاشل يا كاظمي، قلنا لك انهي السلاح المنفلت. شلون راح ننتخب وسلاح على الروس؟ شلون اردفت ايماني؟ شلون راح اصير انتخابات والسلاح نفسه منفلت؟ شلون راح ترجع نفس القوانة نفس الكتل؟ قالت هاي فلان كتلة جماعة بدر وجماعة العريض وجماعة طائرون وجماعة صافرون، رح نبقى نفس الوضعية. شنو اللي غيرنا؟ شنو اللي غير؟ مشاهدينا الكرام، نبقى مع هذا الموضوع، موضوع الانتخابات، لكن ننتقل إلى مقطع آخر. هذه المناكفات والصراعات الانتخابية بين الكتل السياسية صدرت لنا هذا المقطع، مقطع للمرشح مشعان الجبوري، وهو يتوعد الفاسدين بنشر الوثائق والأدلة التي تؤكد فسادهم في حال لم يستطع الفوز في الانتخابات وضمان مقعد برلماني ليعبر إلى الانتخابات أو ليعبر إلى الحكومة القادمة. وكذلك أيضا عبر رواد منصات التواصل الاجتماعي عن استغرابهم واستهجانهم لهذا القول، ولماذا ينتظر خسارته لكي يكشف عن الفاسدين إذا كان صادقا فيما يقول. لنشاهد. حصانة برلمانية، أقسم بالله العظيم وبشرفي ومعتقدي وبقوة القانون وبسلطة القضاء سأودعه السجن خلال 30 يوم. هو نفسه قال عن نفسه إنه ارتشى. دعونا نتابع بعضا من التغريدات أو التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. عمار يقول: مو أنت اللي قلت كلنا تقاسمنا الكعكة وكل من أخذ حصته؟ فنصيحة، أول ما تفوز اسجن نفسك. تعليق من خلف يقول: زين أنت المنظام هالأدلة، إذا حريص على محافظتك قدم الدليل والسراق للمحاكم وخليهم يأخذون جزائهم بالمحاكم. هيثم يقول: انتخابات صارت تجارة، كلهم جايبين أو جايين من أجل الفلوس وبوغ وليس من أجل خدمة المواطن. وسيف يقول: وإذا فزت تخليهم يبوقون عادي. هكذا يقول سيف. مشعان الجبوري في لقاء سابق قال بأنه ارتشى أكثر من مليون دولار ولم ينفذ المشروع أو التوقيع أو لم يوقع على طلب قدمه له أحد الأشخاص. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام. تستمر مشكلة تشابه الأسماء في العراق، وهو ما يؤدي إلى اعتقال الأبرياء في الكثير من الأحيان. فمن الناحية القانونية لا يمكن توقيف الشخص لمجرد تشابه اسمه الثلاثي، وذلك لأن توقيفه يعتبر مخالفة قانونية بسبب القاعدة البيانية التي تمتلكها أجهزة الدولة مثل اسم الجد الرابع واسم الأم واللقب. وليتضح السبب جليا أن هذه الإجراءات هي بوابة لابتزاز المواطن العراقي أو لإيجاد حجة لاعتقاله بسبب تهم كيدية ودعوات باطلة. هذا المواطن يدعى أحمد عبد من محافظة القادسية، تم إلقاء القبض عليه بسبب تشابه الأسماء ليمكث في السجن لمدة شهر كامل لتتم مساومته ماليا وأخذ مبالغ مالية طائلة منه، ليتبين فيما بعد أن هناك خللا بالاسم لهذا المتهم. دعونا نشاهد. كاظم عباس الهدامي من سكنة قضاء عفش محافظة الديوانية. اجي اتراجع عندي قضاء الارض بمحكمة عفش، وتم اعتقالي من محكمة عفش الى مركز شرطة عفش. امر قبض علي قالوا لي من الشمال، اسم مطابق لاسمي، واخذت فوق الشهر انا بالسجن. وظهر شخص من اهالي الدغارة
موجود، ساوموني مساومة وخذوا من عندي مبلغ 35 مليون وغير المحامين، ووديت حطيت 4 محامين هنا، أو خليت محامين 2 بالشمال خوش، أو دفتر أخذوا من عندي ذولاك بالشمال. آخر شيء طلع الاسم شرطي أحمد عبد الكاظم، أنا مو شرطي ولا أحمد عبد الكاظم، أنا أحمد عبد الكاظم عباس من عفش، هذاك شرطي أحمد عبد الكاظم موجود خوش، هم أمر القبض بعدين تبين. لا صعدوني القاضي خوش وحاكمني، ظليت موضوع بالسجن. اخر شيء ودى القاضي مال عفش كتاب للشمال، اجى الكتاب مغلق الدعوه، متنازل عنها مغلق الدعوه، او طلعت اخذت لي فتره صرفت فلوس، يابو فلوس بعت حلالي، يلا طلعت وشوهت اسمي بان انا حرام ومسلاب. دعونا نتابع التعليقات التي وردت بشان هذا الموضوع مشاهدينا الكرام في موقع فيسبوك. اول تعليق لدينا من يوسف يقول: الله ينتقم منهم ومن كل ظالم، ماكو عدل والدوله بس على الفقير. تعليق من كريم يقول: الظلم أضعاف مضاعفة، لازم تشيل دائرة أو لازم تشكيل دائرة لها صلاحيات واسعة مع قاضي تحقيق درجة أولى واستدعاء كل من يثبت فساده. رائد يقول: تشابه الأسماء ذريعة وحجة واهية لتبرير التعذيب داخل سجون العراق. وعلي يقول: والله ابني تشابه أسماء مظلوم واعترف بالتعذيب وانحكم 15 سنة، بئس العدالة. دعونا ننتقل إلى معاناة أخرى يعانيها المواطن العراقي في الداخل أو في الخارج. هذه المعاناة في الخارج، هذه المعاناة من الصين. اشتكى أبناء الجالية العراقية في الصين عدم تجاوب السفارة معهم بخصوص تجديد جوازاتهم وعدم قدرتهم على العودة إلى العراق لعدة أسباب، منها صعوبة استحصال سمات دخول جديدة للصين، وهناك سبب آخر هو الطلبة المتواجدين في الجامعات الصينية لا يستطيعون ترك الدراسة لاحتمالية ضياع السنوات الدراسية التي قضوها. دعونا نشاهد. قد ناشدنا مرارا وتكرارا بخصوص إصدار وتجديد جوازات لأبناء الجالية العراقية المقيمين في الصين المقدر عندهم بالمئات، وتشمل عوائل وأطفال وطلاب وأطباء ومهندسين وعاملين وخبراء. وقد كان هناك موافقات وعدة كتب بخصوص إرسال حقيبة متنقلة لغرض إصدار الجوازات، وقد تمت الموافقة عليها وإصدار أمر إداري بتاريخ 6/28/2021 الشهر السادس 28 المرقم 73335 الصادر من وزارة الداخلية إلى يومنا هذا لا حياة لمن تنادي. وفي حال رجوعنا للعراق سوف يكون عودة للصين من المستحيلات، وذلك عدة أسباب، منها في حال عودتنا للعراق يكون من الصعوبة العودة للصين لإصدار جواز جديد. أولاً عدم إصدار سمات دخول جديدة للعودة إلى الصين للأطفال والطلاب والعاملين والعوائل والأطباء والخبراء من الجانب الصيني. اثنين، وما يخص بعض أصحاب الأعمال سوف يواجهون إجراءات حجر مشددة، وأن أغلب مقاعد الخطوط الجوية العراقية محجوزة إلى الجالية الصينية. والمعاناة التي نعاني منها الآن، قسم كبير من عوائل الجالية قد نفذت جوازاتهم خصوصاً الأطفال وبعض النساء، وهذا يؤدي إلى تفريق العوائل. وبالنسبة للطلاب في حالة خروجهم من الصين لا يستطيع العودة والعودة وإكمال دراساتهم، وكذلك الحال بالنسبة لبقية الجالية العراقية العاملين في القطاعات العامة. لنتابع مشاهدينا بعض الآراء التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. أول تعليق لدينا من أسعد يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، المفروض تكون المناشدة بإغلاق السفارة العراقية لكونها شوهت اسم العراق وعدم المبالاة للجالية وأخذت دور المتفرج، ونسيت هي من السفير إلى أصغر موظف هم في خدمة المواطن العراقي. رياض يقول: كل دول العالم يجددون جوازاتهم بالسفارات، هذا واجب الدولة، والجالية العراقية بالصين تناشد وماكو مسؤول يهتم، حسبي الله ونعم الوكيل. عفوا. هناك نسرين تقول: هو بداخل العراق ماكو نظام ولا قانون، انه بسفارتنا بالصين. علوان يقول: بكل دول العالم السفارات العراقيه لا تكمل شغل للعراقيين، او ما تكمل شغل للعراقيين، هكذا يرى علوان. هناك ايضا حاله في تركيا على سبيل المثال، جهاز طبع الجوازات ينتظر في انقره في العاصمه منذ اكثر من 6 أو 8 أشهر ربما، وتحير الجالية العراقية في تركيا بموضوع طبع الجوازات. هناك موضوع آخر مشاهدينا الكرام نتابعه بالنسبة لمعاناة العراقيين في الداخل. في ظل انشغال المسؤولين بحملاتهم الانتخابية وترك المواطن العراقي يعاني في كافة جوانب الحياة،
وثق مواطن عراقي طفح المجاري في منطقة دور الشرطة بسبب إهمال الشركة المسؤولة عن إنجاز عملها. لنشاهد. السلام عليكم شركة النرجس، هاي المنهولة صار لها أسبوع على هالوضعية، صار بيها انسداد وما حد جانا. اسمه أستاذ يوسف، وديتهم ذولي أهل الحوضية كل شي ما سووا، أصلا مو مهنيين بالعمل اللي دازة انت لهم. تالية النبو هم رجعوا الانقاذ عليها وطموها، والحل ماكو حل لها، نخابركم كل شي ماكو. يعني هسا انت ماخذين مشاريع هواي، المشاريع اللي ماخذينها وعفتوا منطقة دور الشرطة 74 ليش عفتوها؟ ما أدري، عفتوها عن نص، وهذا الشارع هذا شوفوه وين وصل الماي، يعني ردينا صرنا مثل حي المربع، وهذا شوفوه هذا الخيس. يعني ليش استاذ يوسف؟ غير قاعد يشتغل كل بنظام وطيتوا الشركات ما اعرف شنو، هذا شوفوه هذا عملكم. مشاهدينا الكرام، دعونا ننتقل الى مقطع اخر في نفس السياق، هذه المرة من محافظة بابل. انتقلنا من البصرة إلى بابل، واشتكى مواطن عراقي من تقصير الدوائر الخدمية لحل مشكلة طفح المجاري وتكدس النفايات في شوارع مهمة من مدينة الحلة. لنشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من محافظة بابل، من مدينة الحلة مركز محافظة بابل، معكم في هذا الفيديو الذي يبين حجم التقصير لمحافظ بابل ولدوائر الخدمية وحجم الإهمال في مدينة الحلة ومأساة مدينة الحلة، ناهيك عن مداخل مدينة الحلة. هذا الفيديو من منطقة الأكرمين، شارع يربط بين شارع 60 وشارع 80. سألنا بالمنطقة شو اسم الشارع، الشباب قالوا هذا يسموه شارع أبو جورج، شارع يعاني الإهمال، تكدس النفايات ووجود بزل منذ سنوات التسعين. هذا البزل كان لتصريف مياه الأمطار، الآن المجاري عليه، إذا تلاحظون طفح المي في الشارع والنفايات للأسف الشديد إهمال واضح، والصورة أخواني تتكلم. شارع واسع ومهم يربط شارع 80 بشارع 60 في منطقة الأكرمين. دعونا نتابع مشاهدينا الكرام ماذا ورد من تعليقات بشأن هذا الموضوع. سلام يقول: هذا مو شغل المسؤول، لأن المسؤول شغله ينظف الخزنة من الفلوس مو ينظف الجزرات. تعليق من السيدة أم سجاد تقول: كل مكان في أي حي من المركز متروس زبال، بسبب ماكو سيارات البلدية ما تطلع للأحياء، ما ندري ليش. تعليق من علي يقول: والله صدق الحلة مظلومة من الخدمات، كل شيء ما بيها شارع بخير، الله ينتقم من الحرامية. آخر تعليق لدينا من إحسان يقول: مدينة منكوبة، هاي تحت خط الفقر والإهمال. هذه جزء طبعا من التعليقات مشاهدينا الكرام، هناك تفاعل عراقي كبير وهناك رفض لاستمرار هذه المجاميع من اللصوص والقتل الذين يحكمون العراق طيلة 18 عاما، لابد لهم أن يرحلوا، هذا هو لسان المواطن العراقي. نراكم بعد قليل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع فقرة أنت ترى. وردنا عبر خدمة أنت ترى التي تقدمها قناة الرافدين للمشاهدين الكرام مقطعا مصورا لشيوخ ووجهاء عشيرة البومطر من قبيلة الحلابسة، وهم يعلنون البراءة من مؤتمر التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي عقد في أربيل، ووصفوه بالجريمة النكراء. لنشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تستنكر عشيرة البومطر قبيلة الحلابسة جميع الأصوات الداعية للتطبع مع الكيان الصهيوني الغاصب للأرض فلسطين العربية الشقيقة، وآخرها المؤتمر الذي عقد في أربيل، حيث نشطت في الآونة الأخيرة مؤتمرات ودعوات للتعاون والتطبع مع الكيان الصهيوني الغاشم. لذا نحن عشيرة البومطر من قبيلة الحلابسة
المتمثلة بالشيخ برزان ذعار علاوي وأولاد عمومته. نستنكر المؤتمر الذي عقد في أربيل وتعتبر جريمة نكراء جملة وتفصيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن المشاهدين الكرام مع فقرة صندوق الوارد، لدينا هذه الرسالة دعونا نقرأها لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن إداريون في وزارة الصحة نرجو أن يتم إنصافنا، وذلك بعد أن تعرضنا لخديعة من الجهات الحكومية، فمخصصاتنا التي أقرت بالميزانية العامة لعام 2020 كانت بنسبة 50%، لكن تم تحريفها الآن وجعلها 10% فقط. ساعدونا بإيصال صوتنا، عسى ولعل أن نستطيع استعادة حقوقنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم وسارق وفاسد. بإمكان حضراتكم مشاهدينا الكرام أن ترسلوا لنا ما ترغبون بعرضه عبر شاشتنا من خلال منصاتنا الإلكترونية المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي المعتمدة والتابعة لقناة الرافدين الفضائية. نراكم بعد قليل. الآن مشاهدينا الكرام مع فقرة الهاشتاج. مع قرب ذكرى انطلاق ثورة تشرين، أطلق مغردون عراقيون واسم تشرين ذكرى الثائرين، وذلك للتذكير بهذه الثورة التي قامت من أجل الإصلاح الحقيقي والقضاء على الفساد الذي أنهك الدولة العراقية بسبب تسلط أحزاب السلطة الفاسدة والميليشيات الموالية لإيران منذ عام 2003، وأيضا التأكيد على سلمية الثورة على الرغم من القمع والتنكيل الذي تعرض له الثوار الأحرار. دعونا نشاهد الآن بعضا من هذه التغريدات. براق يقول: مهما حاول محبو المصالح الشخصية من استغلال اسم تشرين وشهداء تشرين لصعود أحزابهم وكياناتهم، ستظل هذه الثورة عفوية خرجت من الشعب ومن رحم المعاناة، ولم تكن مسؤولة عنها أي جهة خارجية أو داخلية سياسية. نور تقول: سأعيش بين الثائرين سوية، ويكون في دمي العراق هوية، سأسير نحو الظالمين مضحيا ليفوح من دمي المراق قضية، إن لم أمت بالسيف مت بطلقة، فهذا ثمن من طالب الحرية. إذن بهذه الأبيات. عمر يقول: بالطبع من تعود على استعباد الناس والشعور بأنه سيدهم سيرى مشكلة كبيرة في جموع الأحرار التي لا تعترف بسيادته. حب كبير لأحرار هذا البلد وكره شديد للعبيد وأسيادهم. زينب تقول: تشرين احتجاج عفوي سلمي نابع من الشعور بالمسؤولية والتطلع لبلد آمن يوفر به كل سبل العيش الكريم. تشرين هي صحوة جيل وطني لاحتجاج شعبي مطالب بالإصلاح. الفوضى والخروج عن السلمية وزعزعة الأمن هو أمر مرفوض بكل أشكاله من قبل المتظاهرين. هذه جزء طبعا من التغريدات. هناك تفاعل كبير وهناك انتظار من العراقيين لاستذكار هذه الثورة وأحداثها التي شهدها العراق، وأيضا الدم الذي سال عن طريق حكومات الاحتلال المتعاقبة التي ترشح الآن للانتخابات، وعن طريق الميليشيات وهذه الأحزاب الطائفية. نراكم بعد قليل. الآن مع القصص المنوعة مشاهدينا الكرام. توصلت كلية صناعية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى اختراع يمكن أن يساهم في إنهاء عصر الغسيل الكلوي. لنشاهد.
إذا مشاهدينا الكرام ننتقل من الكلية الصناعية إلى موضوع آخر، إلى فلسطين. زجاج مكسور وقطع خشب ونفايات وورق وإسمنت حولتها شابة فلسطينية إلى بلاط للزينة بألوان زاهية، وقام هذا الموضوع بتحفيز أبناء القرية على إعادة التدوير. لنتعرف على روان رجب ومشروعها. مشروعي بلوستون بعمل على إنتاج حجر داخلي بيئي. هذا الحجر بيستخدمه جوا البيوت في الديكور للجدران الداخلية. بنتج الحجر بيكون صديق للبيئة، بتم في إعادة تدوير مجموعة من المخلفات الموجودة في البيئة اللي هي بتسبب ضرر أو منظر غير جمالي للبيئة. كمية الزجاج اللي استخدمتها هي فقط اللي جمعتها من العائلة على مدار سنة ونص، والزجاج صرت أشتري من أولاد الحارة، أشجعهم إنه ما يرموا الزجاج أو ما يكسروا بالشوارع. بشتري منكم الزجاج مقابل المادة، مقابل مصاري، فصاروا هم تغيرت نظرتهم للزجاج إنه ما بدنا نرميه. فلسفته بتقوم على الريادة والإبداع والتجدد والابتكار. أنا هذا اللي بحاول أوصله سواء كان في فكرة المشروع أو في المنتج اللي إحنا بنقدمه للزبون. إذن بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.